أهلا وسهلا فيكم ومع درس جديد من دروس الربح من الإنترنت ومع قناة توظيف وتعليم. أنا حابة طبعا من خلال هذا الفيديو أنه أكمل الشرح اللي بدأته بفيديو سابق عن موقع ديم فانز، وأورجيكم كيف نحن ممكن نحول المصاري اللي جمعناها للبنك تبعنا PayPal أو سكريل، لأنه الحقيقة كتير انسألت حول هذا الموضوع، فحبيت أنه أخصص له فيديو بشكل خاص، يعني بحيث نشوفها قدامنا، يعني ما تكون بس أنه كلام، لا أنه أطبقها معكم الحقيقة. خلص؟ طيب لاحظوا معي، أنا هون وصلت بعدد الكوينز ل 2726. من شوي أنا حليت استطلاع رأي فزود لي، وأنا كنت كل ما أجمع حوالي 500 كنت على طول أعمل لها إيش؟ أعمل لها أنه تحويل إلى كاش. نحن حكينا بالفيديو الماضي أنه أنا بدخل على شيء اسمه مور، بعمل شيء اسمه كوينز تو كاش بهذا الشكل. يعني أنا هالخاصية هاي معناها إيش؟ معناها أنه أنا الكوينز تبعولي اللي هن 2726 بدي احولهم ايش؟ بدي احولهم لكاش. خلص؟ طيب هون طبعا بتقدر، يعني بنقدر لحد 5000 عادي، يعني بقول لك 5000 تعطيك 1 دولار، انا عاده بحولهم اول باول من شان موضوع الاكسشينج، انه اعمل تبادل للاشتراكات اللي ورجيتكم اياها الفيديو السابق، وراح ارجع اورجيكم اياها بهذا الفيديو. لاحظوا معي، هلا انا اذا هون جيت قلت له مثلا حول لي ال 2000، ال 2000 بيقول لي رح توصل قديش؟ رح توصل انه يعني تقريبا اقل من يعني نص دولار، تمام؟ بقول له هلا هون سبميت. لاحظوا معي، خلص انا حولتهم، ماشي؟ بعمل طبعا ريفرش للصفحه، بضغط اي مكان يعني، فبلاحظ ايش؟ بلاحظ عندي 4.85. طيب هلا انا رح ارجع مره ثانيه اعمل نفس الحركه، اقول له كوينز تو كاش بهذا الشكل. طيب رح اقول له مثلا 500 حول لي اياها، او خلوها 700 حتى يحولها، بتعطيني 0.14. بعمل سبميت بهذا الشكل، طبعا بعمل كمان ريفريش مره ثانيه، فقديش صار معي؟ صار معي 4.99. هلا انا من شان اقدر اني اعمل عمليه الويزدرو لازم حصرا يكون 5. لاحظوا هي ويزدرو ماني، شايفين؟ لازم يكون حصرا 5، وبيعطيك طبعا الاوبشن انك انت يعني بدك تحول الخمسة دولار، فبيعطيك كذا طريقة لهذا الموضوع، ماشي؟ طيب أنا كنت متوقع طبعا أنه يكمل لخمسة دولار، بس ما في مشكلة، هي فرصة أنه تشوفوا قدامكم أنا كيف بشتغل على هذا الموقع، تمام؟ الناس طبعا اللي ما حضرت الفيديو السابق، فهي فرصة لكم تشوفوا الشغل عليه، وشركة محترمة الحقيقة يعني، تمام؟ لاحظوا معي، أنا ضغط طبعا هون على ديم فانز، هون في عندي وانا طبعا عضويتي VIP، يعني دائما بخليها VIP. ليش؟ لانه بتعطيك اوبشن اكثر، بتفتح لك استطلاعات راي اكثر وهكذا. اذا بتعطي استطلاعات اكثر وبتعطي اوبشن اكثر. طيب هلا انا اذا اجيت هون عملت ممكن اخذ مثلا اي وحده من هدول، تمام؟ ممكن مثلا اخذ اختصار روابط بهذا الشكل، اضغط عليها، طبعا بيعطيني هون اختصار روابط، انا منشان ايش؟ منشان اكملهم لخمسة دولار، بس بالتالي منشان اقدر اعمل عمليه التحويل لازم انه اجمع 500 كوينز. لاحظوا معي، شوفوا كيف موضوع بسيط، طبعا اختصار روابط كتير سهل، بيفتح لك هاي، طبعا بتضلوا انتو متابعين للآخر، بعدين سكيب، شايفين جمعنا 5 كوينز. برجع مرة تانية بهذا الشكل، الموضوع طبعا سهل بسيط يعني. هلا هو غالبا استطلاع الرأي ما رح يفتح لي اياه مرة تانية او الاستبيان، لانه انا لسه من شوي حليت استطلاع، فما بعتقد رح يفتحه مرة تانية، لان لازم انكم تنوعوا. والكوينز قلت لكم اياها انه انتم اللي بتجمعوها ممكن ايش؟ ممكن انكم تحولوها لكاش اذا هدفكم انكم تدخلوها على بنك باي بال او سكريل، او ممكن ايش؟ ممكن انكم طبعا هون مرضي يعني احيانا بيطلع هيك، او ممكن ايش تستفيدوا منها بعمليه الاكسشينج. اورجيكم هون في عندي شيء اسمه ماي بيجز، فمفروض انه طبعا ترافيك اكسشينج، ممكن تحطوا انستغرام، ممكن تحطوا فيسبوك، اللي بدكم اياه، ممكن انه او مثلا تبادل تاخذوا مثلا اشتراكات بيوتيوب، بس انا ما بحب طبعا موضوع اليوتيوب، لا له طرق ثانيه، لكن ممكن ايش اكثر شيء انا شغاله عليه هو الحقيقه الفيسبوك لايكس، فحاطه الصفحه تبعيه الفيسبوك، شايفين هاد يعني انه قديش اتبادل. طيب انا منشان ما يطول الفيديو رح اوقف هون، بحيث انه اجمع 500 وارجع اكمل، يعني اورجيكم كيف بحولهم وكيف بتصير 5 دولار مشان التحويل، فرح اوقف الفيديو وارجع لكم مره ثانيه. وهلا
بعد ما جمعنا ال 500، والحقيقة أنا جمعت 530 بخلال ساعتين، منشان أقدر أكمل لكم ال 4.99 تكون 5 دولار وأقدر أحولها قدامكم، يكون هذا الشيء واضح ومثبت. فطبعا حولتها مثل ما شفنا من شوي أو بالجزء الأولاني، أني عملت اختصار الروابط اللي هي بدخل على الرابط وبحمل، أو فيسبوك أو انستغرام أنا طبقت كذا شغلة منهم. طيب هلأ بروح على شيء اسمه مور، خلاص بدخل على كوين تو كاش نفس الطريقة بالضبط اللي أخذناها، بحط 500 بقله سبميت، لاحظوا معي، وبعمل هون ريفريش، صار عندي قديش؟ صار عندي 5.09. طيب هلأ أنا هاي بدي أحولها لبنك، خلص، فبروح على كمان شيء اسمه مور، بعمل شيء اسمه ويزدرو ماني، وهون بحط له 5 وقال شيء 5. هلا هون هو حاطط لي بيمنت ايميل، يعني الايميل اللي بدنا نستعمله، تمام، اللي بدنا نحول عليه المصاري هاي. فانتم مثلا عندكم حساب على باي بال، بتحطوا باي بال الايميل تبع الباي بال على سكريل على بيير، كمان هو بيدعم هالبنوك هاي. هلا هون في مشكله، واضح انه في الموقع اليومي عادة بيطلع لي قائمة، خلص، بالبيمنت بروسيسر، هو ما مطلع، أكيد في مشكلة في الموقع. أنا طبعا رح أرسلهم ورح أعملكم فيديو كمان جديد لتتأكدوا، وأنا طبعا شغالة بهي بأني أحط الإيميل وأحط الأشياء يعني الخاصة فيني بشكل صحيح، وتتأكدوا من عملية الدفع. بس هذا الموقع طبعا جدا آمن وجدا موثوق وشركة محترمة يعني فعلا، خلص، بس واضح انه هن ممكن يكونوا عم بيعملوا صيانه في الموقع او عم بيعملوا شيء، فهذا سبب انه الاوبشن ما نو متاح هلا حاليا اليوم، خلص. وطبعا اذا عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، ولو في عندكم اي اقتراح لاي فيديو لاي شيء بتحبوا انه نعمله، يعني ما تترددوا انكم تحطوا في الكومنتس، بحيث انه انا لما اشوف طبعا انه في شيء معين عليه طلب، فانا مباشره ان شاء الله رح اعملكم فيديو بهذا الموضوع، وان شاء الله بشوفكم باحسن حال.